ما لها وهيبة؟ الست دي انا فاهمها كويس جدا، بتعمل حركات دنيئة او سخيفة وبتتمارض وتتلاعب، انما انا هفضل وراها لغاية ما اخلص المجتمع منها ومن شرورها وبلاويها. ولا انا بتكلم في حق وهيبة غلط يا علي يا كسار؟ مالها وهيبة؟ ايش في بلوة؟ قال لي كده ليه كل عمرك؟ انت عاوز اخويا ويديها بداية؟ يخلصك اللي بلوة على وهيبة ده يا حسن يا فايق؟ حسن يا فايق رأيك ايه في وهيبة؟ ما حدش اتكلم عن وهيبة. وهيبة انسانة عظيمة وانا فاهمها كويس قوي، مش كده ولا ايه يا محمد يا شوقي؟ محمد يا شوقي مالك وما الوهيبة؟ السلام عليها وهيبة، علينا ما اخر عايز تبقى الفل وان شاء الله ربنا يكرمها كده تبقى فل الفل باذن الله، مش كده ولا ايه يا سيدة زيان؟ ابو السيد رايك ايه في وهيبة؟ ربنا يشفيها بحق جهنم يا رب. وهيبة دي انسانة عظيمة يا اخوانا، مش كده ولا ايه يا اسماعيل يا ياسين؟ سمعة رأيك ايه في اللي بيغني الوهيبة؟ انا اخويا ماليش دعوة بيها خالص، ضمها وليا مفترية وحتودينا العباسية، بس ارجع تاني واقول لها وتحت الشجر يا وهيبة يا مكلا برقوقا.